استاذ مصطفى عمي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اهلا مرحبا. خضت الانتخابات الاخيره بلون مغير وانت اتحادي من المدرسه الاتحاديه، غيرت اللون من حزب الاتحاد الشراكي الى التجمع الوطني الاحرار. كيفاش جاء التحول؟ واش كان تحول اللي سهل بالنسبه لك؟ وشنو هو السبب ديال التحول هذا؟ وهو بطبيعه الحال يعني ساكون يعني مجانب للصواب اذا قلت ان التغيير كان سهل. صراحه انت في مدرسة ديال الاتحاد الشراكي ويعني تربيت فيها وابن الدار، يعني هذا بيتك الاول حوالي يعني 3 عقود تقريبا وانت في الاتحاد الشراكي. واحد النهار كيتفرض عليك انك تغير. للاسف انا ما بغيتش نخوض في الاسباب. احنا عندنا في الصحراء كنقولوا يا رحال عند الدار المحرق زربها. انا دائما الاتحاد كيبقى بيتي، ولما تكلمت عليه بالجانب الايجابي ما يمكنش نتكلم بما هو سلبي، وبالتالي اسباب الرحيل والمغادره ما غنتكلم فيها. واللي غنقول هو انني الان في التجمع الوطني الاحرار. صراحه انا من بين الاسباب اللي خلتني نختار التجمع، منين كتشوف كيف قلت لك صحراوي، ان مصطفى بيتاس ولد الحي والعلام في سيدي افني. يعني كنقول احنا منطقه هامشيه، ولا كنقول احنا من المغرب الغير نافع اللي كيفنا احنا، ويصبح وزير قبل ذلك برلماني ومدير ديال المقر. هذه اشياء كتشجع يعني ان ابناء الهامش مكانهم في حزب تجمع محفوظ. يعني اللي اشتغل وعطاه وكانت مردوديه يعني بامكانه يكون في المكان اللي يستحقها غدا. ولا شفتو حتى في الترشيحات الاخيره في البرلمان، ملي كتشوف وارزازات شكون اللي الشاب اللي صعد فيها في تارودانت، يعني هذا حزب اللي عطى الابناء الهامش. وللاسف الاحزاب الاخرى ما عرفت ليه. وانت مستشار كيف ما قلنا في بلديه الزاك، كانت تبعنا عدد التطورات ديال البلديه من حيث الانتخابات، من حيث تشكيل المكتب الاغلبي المعارضه. كيف وقع واحد التحول؟ كانت عندكم انتم كفريق اغلبيه اللي ممكن انها تخليكم يكون عندكم رئيس في ليله المضحاه، انقلب الامور. اعطينا ما الذي وقع. انا فكرتني بواحد المقوله كيقولها دائما السالك المحجوب، يعني زعيم تيار خط الشهيد كان ديما كيقول الصحراويين سرقت منهم ثورتهم. كيقول ان الولي مصطفى السيد النهار اللي قامت الثوره كان ضد الاسبان، وما كانش الهدف منها احداث دويله في الجنوب، ولكن دخلت الجزائر وهي فاش تم اغتيال الولي مصطفى السيد وسرقت، تاخذوا بها اتجاه اخر كيخدموا به الاجندات. يعني ما وقع في الزاك، تدخلت ايادي وسرقت ذلك الانجاز ديال التغيير اللي قامت به ساكنه الزاك. ساكنة الزاك صوتت للتحالف الثلاثي، اللبان والأحرار وحزب الاستقلال، وكنا أغلبية. تدخلت أيادي في الظلام باش تسرق هذا الإنجاز. هذا ساكنة الزاك كون كيف؟ ساكنة الزاك كي يعني كيف تم التأثر؟ أنا جيك ساكنة الزاك كون بغات الرئيس السابق معروف اللون الحزبي ديالو، كانت غتصوت ليه، صوتها ضده على الرغم الأشياء اللي بذلوها. دخلت ايادي سرقت باش 3 من الحزب يصوتوا ضد حزب ديالهم. هنا كتعرف بالله الاشياء اللي، وهذه كتسائل الان الحزب ديال الاصاله والمعاصره. المغرب كله تم فيه تجريد اللي تمردوا على الحزب ديالهم. هذوك 3 الان الى ما تم التجريد ديالهم كيف وقع في المغرب؟ احنا عندنا في تجمع الوطني الاحرار عضو في المجلس الاقليمي صوت ضد الحزب، درنا المسطره ضدها، واليوم راه حكم نهار 20 حكمات التجريد. الان الاصاله والمعاصره كحزب راهي لا موقف على هذا التجريد، ما باقيش ساكنه الزاك تثق فيه غدا، لان هي صوتات اللون. انا ما كيهمنيش الشخص، انا مقتنع بهذا الحزب، او انا مقتنع بهذا الحزب، رشحتيه لتحمل مسؤوليتك، انا بغيتك انت غتسير. كتجي 3 من عندك كيهربوا بطرق الزاك عارفينها كامله، الساكنه وكل شيء عارفها، حتى التواطؤات اللي كانت. احنا المجلس الوحيد
اللي خلونا حتى مورا انتخابات المجلس الاقليمي جميع كانت المحبس معانا جماعه المحبس، كنا في نهار واحد نهار الخميس داروها نهار الاثنين الثلاث كان المجلس الاقليمي. وتصور معايا الان ساحه هي المتنفس ديال الساكنه الان بلوكيه واقفه الان على جوج ديال ديار ساكنينهم ناس موظف محتلهم ولا كبار مقشله. الساكنه العسكريه اللي كانت تحيدت العسكر جاب الموافقه المنازل ديال العسكر تحيدوا موتور ديال الضو كان فما تحيدوا للاسف كان تفاجؤوا ان الرئيس كسبوا الواحد معاه ولا ملك والساحه مشوهه بهذوك المنازل اللي فيها وهذه الساحه هي المتنفس الوحيد اللي غتخرجوا ساكنه حتى غدا ان شاء الله الا شرفنا صاحب جلاله بزياره المكان الوحيد قدو نستقبلوا فيه اللي كبير مشوهينو منازل ان لحد الساعه قلناها للعامل ماشي مره ماشي جوج تجبدوا في الدوره مع رئيس ديال المجلس شنو هي الاسباب اللي تخلي وهاد الموظفين عندهم فين يسكنوا. هاد الموظف عنده ربعه ديال الديار كاريهم في الزاك ربعه. نعم من غير هذا الامر هذا ممكن تقلوا التدبير ديالكم في المجلس من المعارضه طلبتوا بافتحاص مالي ونزال المفتشات شنو الجديد اللي في هذا الملف هذا ولماذا اللجوء الى الافتحاص؟ اولا احنا ملي كنقولوا افتحاص ما كان تاه محد اللي عنده الحق يثبت واش كاين اختلاس المال العام ام لا. هي مؤسسات ديال الدوله ممثله في المفتشيه ديال وزاره الداخليه المجلس الاعلى للحسابات المفتشيه ديال وزاره الماليه وواحد المديريه في الخزانه العامه للمملكه. هاد الربعه حنا راسلناهم يعني كفريق ديال المعارضه الاسباب اننا ملي جينا لقينا الميزانيه ست سنوات كان كدبر الرئيس الحالي هو اللي كان في الولايه السابقه لقينا 100 مليون ديال العمال الموسميين سنويا وكتجي واحد 70 مليون اضافيه من مديريه الجامعات المحليه. ملي درنا الحساب تقريبا 98 عامل في الشهر. ملي كتقول 98 عامل موسمي يعني خاصك المدينه تكون نظافه المطلقه لان الزاك صغيره 5 متر. اذا الا كانت 190 كتصرف هاد 170 مليون كتخرج فين كتمشي؟ كان جو الغازوان 50 مليون سنتيم في العام. السحدانه بلديه ديالها 40 مليون وعندها 24 سياره وشاحنه والمدينه نظيفه. حنا فايتينها ب 10 مليون. هاد السيارات فين كنخسروا هاد المازوط هذا؟ كان جو لباس الاعوان 40 الف درهم. عند واحد المده صلاحيه حتى الى قدام خصنا نلقاوه في المخزن ديال البلديه فين هو. كان جو العتاد الصغير الرايات ديال التزيين ديال 18 مليون سنتيم. هاد الرايات عندها مده ديال الصلاحيه غتقول لي تلاشات جبد لي الدبوس العصا الى مشاتو جبد لي 18 متر 10 كيلو ديال الرايات راه نديرو مسيره تندوف من الزاك كاينه. حنا الرئيس ما فتحناش الديبو يقول لنا ها هي هاد الاشياء وحتى اللي تكونسومي يقول لنا الفاتورات ديالو. حنا ماشي ما قلناش ما كنتهمو حد ولكن بغينا المؤسسات توقف وغدي يقولنا لا راه هذا الرئيس بالعكس راه الامور ديالو مزيانه كدا غنقول له شافو. باش نعطيك مثال اقبح 28 مليون ديال التعويضات ديال التنقل ديال الرئيس والاعضاء والكتب المدرسيه 30 الف درهم. شكون الاولى واش الاجيال اللي الان صاحب جلاله دار مليون محفظه عارف القيمه ديال التعليم والاصل الله يحسن العلم ما عندهاش. جماعه تويزكي جماعه عندها مؤسسه واحده دارت 40 الف درهم. حنا بلديه عندنا خمسه ديال المؤسسات سته ديال المؤسسات دير لهم 30 الف درهم وتنقلات السيد الرئيس ومن معه 28 مليون. طلبتوا ربما حتى اللقاء ديال الخازن الاقليمي؟ طلبنا اللقاء ديال الخازن الاقليمي واللي كنتظروا الان الرد ديالو. حنا هذه الميزانيه ما عرفناهاش. اللي كيصرفها هو الخازن الاقليمي عن طريق الامن بالصرف اللي هو الرئيس ولكن حنا كاعضاء خصنا نعرفوا من حقنا. راه المشاريع قلت لك عطى المواطن بسيط الحق في الحصول في المعلومه. كاين كاين بريد الكتروني راسلو قول له بغيت نعرف راه محقق راه مواطن. هذيك الميزانيه ديال الشعب ماشي انا ما جيتكش لدارك نقول لك الصالير ديالك ولا الشركه ديالك نقول لك البيلون ديالها لا
هذا المال العام وحنا بغينا الخازي الاقليمي يشرح لنا، ومازال الان خاص مواطن يمشي عند الباشا يشد بون، اللوائح خاصها تحيد لان فيها اسماء وهميه. وعارف كنقول لانعاش الوطني عندنا موتى ومازال كتمشي البطاقه بسميتهم، وعارف كنقول ومشينا للمندوب السابق جلسنا معاه وجلسنا مع السيد العام هضره المال العام قلنا لهم اشهار اللوائح ديال لانعاش الوطني مازال كنتسناو لحد الان. شنو هو السبب اللي كيخلي كيمنعهم باش يشهروا اللوائح ديال المستفيدين ديال لانعاش الوطني؟ وما غاديش نتوقفوا، ولكن بغينا المسؤولين حتى هما يقوموا بالواجب باللازم باش نحموا بلادنا، لان غدا يطرطق شويه عندنا الداخل برا غادي يلعبوا عليه. سي مصطفى عمي شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا اللقاء على انفاس بريس. شنو جديد لك؟ الشكر وشكرا مره اخرى. شكرا.